حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الثقافي الأسبوعي بيت القصيد. بين اليأس والأمل والتحدي وقصر الحيلة في عمل أي شيء تحت وطأة السلاسل والقيود وقضبان وأبواب الحديد في سجن غزة المركزي، حيث التفتيش اليومي لم أستطع أن أخرج ما كتبت لأهلي، بقيت أحتفظ على ورق المناديل، وفي سجن الرملة من المحكوميات الجائرة الطويلة كانت آهات من ينتابها اليأس تمزق قلبي وتفتق سيل مشاعري، وتحديات لآمال صامدة وتحديات الآمال الصامدة تزهر ورود فكري. كان هذا شيء مما قالته الأسيرة الفلسطينية سابقا التي قضت 7 أعوام في سجون الاحتلال الصهيوني، وهي شاعرة فلسطينية تقيم في بلاد المغترب وضيفتنا لهذا العدد من بيت القصيد. معنا هنا في الاستوديو بالشاعرة غالية أبو ستة. نرحب بالشاعرة غالية، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بك. في البداية، حينما نتحدث عن فكرة فلسطين الوطن، دعينا نتحدث قليلا عن دور فلسطين في صقل غالية أبو ستة كشاعرة. فلسطين هي بؤرة شعوري منذ الطفولة. فربما عندما فتحت عيني على كلمة لاجئ ومعسكر ومدارس اللاجئين ويهود وطرد وقتل، بدأت أتساءل ما هذا الشيء؟ كيف؟ وناس تطرد وناس تقتل. بدأت فلسطين تتبلور في دماغي أنها وطني، ووطني هذا ضاع، وأنا أكره الظلم منذ الطفولة. لذا كانت فلسطين دائما هي نقطة الضعف ونقطة القوة في التحدي في نفس الوقت. ففلسطين هي أم الشاعرة غالية أبو ستة. نعم، هناك مشاعر إنسانية، هناك الحب، هناك العطف، وهناك الوجدانيات، لكن الوطن ومن تابه في فترات متقطعة متقاربة بما فيها الحرب المقدسة التي كانت تشن على الشعب الفلسطيني، والتي قالت عنها جولدا مائير وبن غوريون كل 5 سنوات حرب. هذه الحرب التي يشنونها هي تنظيف عنصري، تطهير عنصري، يوم أن قالوا الكبار يموتون والصغار ينسون. نعم، كان في مفهوم هذا الشعب الولود الودود الحبيب، كان لابد أن يقننوا. فكل 5 سنوات كانت هناك حرب وقتل وذبح وبدم بارد. يا الله، أي إنسان عنده مشاعر وعنده دم حر لابد وأن يتأثر كثيرا بذلك. منظر الدم وأطفال، أنا لا أتخيل نفسي وأنا هاربة على البحر بالليل أن أدوس على جثة إنسان شهيد بالليل وفي الظلام. بعدها ارتعبت كثيرا كثيرا، وكان هذا له تأثير قوي جدا في حياتي. هؤلاء الناس الظلمة كان لابد أن أواجههم، كان لابد أن يكون لي صوت ضد هذا الظلم. فتشكلت روح الشاعرة لديك جراء هذا الظلم الواقع على أبناء قضيتك، أبناء الشعب الفلسطيني، وأنت لقبك بنت القضية. لماذا اخترت هذا اللقب بالتحديد؟ أو من الذي أسبغ عليك بهذا؟ والله لقب بنت القضية هذا لقب وجدته يليق. أطلقوا علي زهرة الزيتون وأطلقوا علي أسماء كثيرة، لكن اسم بنت القضية كان نوع من التصميم. أنا هناك قضية وإنني أنا بنت، لكن ستعجب عندما تعرف هذه القضية، قضية فلسطين أولا، قضية الظلم، قضية كل القضايا الإنسانية التي تسيء إلى الإنسان كانت تهمني. كل قضايا المظلومين في العالم تعودينهم جزءا من القضية الفلسطينية، كانت تهمني جدا. ومن هنا تبلورت شخصيتي.
أكره الظلم جدا. نعم، ولأننا مثلك أيضا نكره الظلم، نريد أن نستفتح بقصيدة لك ربما أطلقت عليها اسما متناقضا نوعا ما، فكرة العيد والشهيد، هذا نعم. الشيء السعيد مع هذا الحزن بفراق الشهيد. خذينا إلى عيدك وشهيدك، تفضلي إلى القصيدة الأولى. العيد والشهيد. يغني الطير منشرحا بعيد، وفي وتر به يحلو القصيد، يقول الموت حاد وقد تنحى، ويخنس إذ يمر به الشهيد. الله. فتى الفتيان لم يهزمه ضيم، بحسن الذكر قد جلاه عيد. فتى الفتيان لم يهزمه ضيم، بحسن العيد، بحسن الذكر قد جلاه عيد. تعانقه الشهادة قد تجلت شبابا، لا يشيخ ويستزيد. مضى قمرا تخضب من عطور مفردة تؤبنه الورود. مضى قمرا تخضب من عطور مفردة تؤبنه الورود. فبشر أمه يعلو سماعا عن الأوجاع يلعقها العبيد. معاناة نعيش نموت قهرا، أنا أرجوها بعلتها تزيد. معاناة نعيش نموت قهرا، أنا أرجوها بعلتها تزيد. لا والله. وما عن موتنا بد، ولكن لعوب هذه الدنيا تقود. أكملي. يجرعنا تقلبها خسارا، وقد كسب الرهان فتى عنيد، إنه الشهيد. نعم. له المجد المؤثل فاز بيعا، وفاز الحر مورده الخلود. وفاز الحر مورده الخلود. الآن نريد أن نتحدث عن أمر آخر متعلق بهذه القصيدة وشيء من النقاش بعيدا عن الشعر. الآن هذه الأم الفلسطينية البسيطة المتواضعة الشرسة أحيانا حينما تجد العدو الصهيوني وهو يحاول أن يخطف من بين أيديها فلذة كبدها، لربما كنت شاهدة على كثير من الأحداث لأمهات وكيف ودعنا أبناءهن. بل أنا عشت التجربة. نعم، كل الشباب، وأنا كنت في ريعان شبابي. نعم. كلهم إخواني وكلهم أحبائي ورفاقي، لكن أخي ورفيقي الذي عشت أنا وياه في بيت واحد، أخي هذا الأخ أثر علي استشهاده جدا جدا. نعم. كيف دخل السجن فتى عنيد قمر، ولكنه خرج على حمالة وقد مثلوا بجثته. يا إلهي. وأنا كنت الكبرى في أخواتي وأخواني. نعم. عندها، وكنت أنا التي أحمل هم، كلهم كانوا معنا، نحن عائلة. نعم. مناضلة، لكن أنا كنت أشعر إن هذا كأنه ولدي، كأني أمه. فعلا كان الشهيد والعيد
قضية لابد مرتبطة. قضية مهمة جدا عندي. العيد هو خاتمة الصوم والتقرب إلى الله طوعي. نعم. والشهادة خاتمة النضال للفتى العنيد إلى أن نتحرر بأمر الله. أنا لن أنسى. وفي الخاتمتين سعادة. نعم. وفي الحقيقة لن أنسى. كنت في ذاك الوقت قد أخرجوني من السجن لا للبراعة، ولكن لتصيدوا علي بعض المناضلين ربما يأتوا للتسليم علي. نعم. كنت في ذاك الوقت خارج يعني السجن. يعني أطلقوا سراحك في ذلك الوقت حتى يأتي بعض المناضلين للسلام عليك، فتحضر القوات الصهيونية وتقوم باعتقال هؤلاء المناضلين. وحتى يمسكوني متلبسة. نعم. لأنهم كانوا يأتوا في نص الليل وقبل الفجر ويدقون على شباكنا وعلى بابنا ويقول افتحي يا غالية. هذا كان يحدث. وحتى اسم المستعار كانوا يعرفونه ونادوني به، فكنت أعرف أن الآن لن يأتي أحد. نعم. نحن كنا نعرف كيف نتحرك. هؤلاء كنت أعرف أنهم الصهاينة والمخابرات. المخابرات الصهيونية. نعم. معلوم كانوا يحاولون أن يوقعونا بالشباب، والشباب الصغار المساكين كانوا يقعون صيدا ثمينا لذلك. نعم. نرجع إلى أخي سالم رحمة الله عليه. عندما أحضروه وكان مشرحا، ربما يأخذون أعضاء أبنائنا. نعم. ورفعت عن وجهه صدق بالله أنه ابتسم في وجهه، والله فتح عيونه ونظر إلي، وهذا المنظر لن أنساه ما حييت. فتح عيونه ونظر إلي مودعا أو ربما متباهيا بالشهادة، الله أعلم، ونظر إلي وابتسم. هذا موقف لا يمكنك أن تنسيه أبدا. حينما نريد أن نتحدث عن الشعر وعن القصيدة، لابد أن يحضر شعراء آخرون لهم في الوجدان ما لهم، ومن أولئك شعراء فلسطين أيضا. نعم. مثال محمود درويش، سميح القاسم، توفيق زياد. نعم. عبد اللطيف عقل وآخرون من الكبار الذين مروا في تاريخ الشعب الفلسطيني النضالي الأدبي. دعينا نتحدث قليلا عن القصيدة الفلسطينية النضالية، وأنت من المناضلات السابقات اللواتي عشنا فترة ربما تأسيس منظمة التحرير. نعم. وما تبعها من محطات نضالية. نعم. أخرى. والله أنا أذكر عند وللأمانة هناك نقطة مهمة جدا علي أن أقولها إخلاصا للطريق أو للدرب الذي سلكناه لإتمام أمانة المهمة. نعم. تفضل. مهما كان المناضل عنيدا، لأنني كنت عنيدة. جميل. في الحق، لكن مهما كان تأتي على الإنسان سبحان الله فترة ضعف، يا الله، وربما بعد تحمل العذاب كله هذه فترة الضعف تمر كطير، يا الله، فإذا وقع الإنسان صيدا لها انتهى، وإذا ثبت الإنسان الحمد لله ينفذ. أحسنتي. دور الشاعر الفلسطيني في إثراء القضية الفلسطينية، وقلت لك نتحدث عن دور الشعراء الذين مروا. نعم. في تاريخ النضال الفلسطيني. نعم. والأمثلة سبق وذكرتها لك. والله قراءتنا لكل شعراء فلسطين، لكن أذكر أنني عندما نقلت أنا وفتاة تدعى زينب قبلان. نعم. وكانت رائعة، كانت تلميذة، أنا كنت مدرسة وكنت خريجة الجامعة ومدرسة، إنما هي كانت طالبة وكانت مخطوبة لابن عمها، وكان على قناعها اسمه. نعم. وأنكرته في التحقيق أنها تراه أو تعرفه، أو لأنه من المناضلين طبعا. نعم. لكن في الحقيقة كنا نضحك ونتسلى على الاسم في قناعها وهي تنكر. وكانت هذه الفتاة كان اسمه مطرزا ومنقوشا. نعم. على القناع الذي. نعم. كانت ترتديه على قناعها. أخذوني أنا وإياها، لأن أنا كنت أتكلم مع الصليب الأحمر باسم الفتيات،
كانوا يعذبون الفتيات هذا من الأمور الصعبة التي كانت تحصل في السجون في غزة في سجن غزة المركزي. نعم، ولذلك فكروا إبعادي، في إبعادي. نعم، أبعدوني، وكان يومها مدير السجن يدعى مار يونا، مار سيد يونا حمامة، وهو ليس حمامة. نعم، وبعث لي وقال ما بقى علينا إلا أن نقص لساني، يا إله، لأنني أتكلم باسم زميلاتي. يومها بليلتها أنا والزينب هذه الطالبة غمونا بنص الليل وأخذونا لا نعرف إلى أين، لكننا كنا نضحك. كانت تحاول أن تقول نكتة أو أي شيء ونضحك حتى نثبت لهم أننا غير مكلمة. تريدون إثبات عنادكم وأنكم تتعالون على الجراح وعلى المصاعب. نعم، نتعالى عليها فعلا حتى لو قتلونا. أساسا عندما يأخذك المخابرات الإسرائيلي بنص الليل لا تضع 1% أنك ستخرج حي. نعم، لكن الحمد لله نهاية الحياة هي الموت. صدقتي. الآن سنخرج أنا وأنت والسادة المشاهدون لمتابعة قصيدة للشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش. نعم، سنتابعها معا، ومن ثم نعود للحديث عن درويش وتجربة الشعراء الفلسطينيين. نعم، ولكن قبل ذلك نود أن نسمع قصيدة منك، لكن أقصد قبل ما نتحدث عن درويش، لكن الآن سنذهب إلى القصيدة أنا وأنت، ما رأيك؟ نقرأ قصيدة. لا، سنذهب إلى قصيدة درويش. نعم، مشاهدينا الكرام، إذن نذهب الآن وإياكم لمتابعة فقرة قصيدة للوطن، ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. نار فنار، يا هناء فجنة، ممن تحكم بالفؤاد فجنة، من شوق هاتفه الذي كابته باتت سلاما، لو يحاول رنه نار، ونار الحب لو حكم القضاء فرد بتشريع الغرام وسنة. هذا الهيام برغم حادثة الجوى، كم كذب العشاق فيهم ظنه، تغفو العيون على جرار دموعها كي تستفيق على اخدرار الوجنة. وكأنك الحبلى بوجد مريمي الأمنيات، ومن عفافك كنا، وكأن إلفك والنجوم مقامه، قرباه في وصل المحال، وكأن سؤلك يا هنا قد علقت، وكأن سؤلك يا هنا قد علقت لحفاته باب الشحيح المنة. فلتعذري ألفا وزيدي مثلها على الظروف، وربما ولأن، وتصبري يا سبع فاتحة القصيد غدا يعاود كي يبسمل فنه، ولترفعي كفيك عن رمح الهوى، فالله مكن من ضلوعك سنة. الله الله. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد المتميز من برنامجكم بيت القصيد، رفقة البساطة الفلسطينية وخفة الظل الغزاوية. وهنا معنا مجددا لمن لا يعرف الشاعرة الفلسطينية غالية أبو ستة، للقصيدة التي لا أعلم أنت تتعبين نفسك بحثا عنها، اذهبي إلى القصيدة مباشرة وابدأي بإلقائها، تفضل. أي قصيدة لك أن تبدأي بها لا مشكلة، اقرأي أي واحدة بين يديك، ستقرأينها كلها بالمحصلة، يعني لا مشكلة، تفضل. اقرأي التي بين يديك الآن، ما رأيك؟ لا مشكلة، سنقرأهم كلهم. نعم تفضلي، لا مشكلة.
إلى نبض العربي. نبض يا عربي. ولكن حاولي إخفاض الورقة قليلا حتى نراك، تفضل. سيرف يشدو بلبلي برياضكم، ويلحن الأنغام من وجع سعى. الله. وبأحرف الإنشاد أسكب نخبه، وبعنبر يبكي السلام مروعا. وطني وإخواني شراب هزائم ومظالم جارت وتحرق رضعا. هتكوا حمانا في الدنا وتسلطنوا، وتفتق المرفوء داس مرقعا، وتفرعن الموشوم بالظلم افترى. نعم. ويفتت الأفراح سام توجعا. يا إلهي. أفما بعمر فوق عمر للفتى بشبابه اتزر الفداء لمن دعا. أفما بعمر فوق عمر للفتى بشبابه اتزر الفداء لمن دعا. أنا طائر الأشواق يا مصر الهدى، أنا طائر الأشواق يا مصر الهدى، يا منية الأرواح لا ناعنا. أنا طائر الأفراح يا مصر الهدى، يا منية الأرواح لا ناعنا. أكملي. وبمن يسوس القوم يسفك عمرهم، يطفي سناهم بالموات مروعا. يا طائر الأشجان يكفي سمتنا من عاديات الدهر حزنا موجعا. يكفي عويل الغيد قضى مضاجعا بديارنا، هطل الدمار مفزعا. برهافة في الحسن، برهافة في الحسن تغلي ثورة من غاصب الأفراح يسعى مزمعا. برهافة في الحس تغلي ثورة من غاصب الأفراح يسعى مزمعا. أنا نتحدث عن مثل هذا الحزن، ينبغي أحياناً أن نتوقف شجناً وألماً. تفضل. ما عاد يا قلبي صراخ نافعاً، ما عاد يا قلبي صراخ نافعاً، فاترك وجيع الحرف يذرف أدمعا. فاترك وجيع الحرف يذرف أدمعا. متى ستجف هذه الدموع من على وجنة الشعب الفلسطيني باعتقاد؟ الشعب الفلسطيني مشكلته عويصة جدا، تكلمت عليه. تحدثي بكل راحة. تكلمت عليه لا أقول الأمم. نعم. لأن الشعوب كلها أو أكثرها تقريبا. أعطيني إياها هذه القصائد إذا كانت مزعجة. وحتى من اليهود نفسهم هناك من يتعاطف معنا. مشكلتنا اليهود الذين لا يسكنون في فلسطين. لا مشكلة، ولكن من يسكنون المشكلة لا المشكلة مع الاحتلال الصهيوني الذي جاء إلى فلسطين محتلا. مشكلتنا مع الاحتلال. نعم. ولكن هذا الاحتلال قد تعجب لو عرفت أنه يحمل في جسده الذي يتفشى كالسرطان، يحمل سواداً على الشعب الفلسطيني، ويحمل
فناءه داخله. نعم. لأنه أي عمل بعيدا عن الحب مخلوط بالبغض والكره والعدوان والسيطرة، نعم، هو نفسه يفتت نفسه. أنت ترين أن هذا الشعب أو هذا الاحتلال الصهيوني الذي احتل أرض شعب مشتت في أصقاع المعمورة حاليا، هذا الاحتلال الصهيوني يحمل فناءه داخله، في داخله. جميل. وسيحدث. سيحدث. سيحدث. لديك ثقة بأن هذا النظرة تستشرف المستقبل. النظرة، نعم، نظرة لربما البعض ممن يسمعني سيعيشها وسيراها. هناك من يقول إنك تبالغين؟ لست مبالغة. وإذا كان هناك من يقول إنك تبالغين في الحديث عن فكرة تحرير فلسطين والوطن والقضية وهذا الكلام اللي قتلتونا فيه يا عمي وأنتم تتحدثون عنه، لا لا، ليس حق. دائما الحق هو الأقوى. الحق هو، لأن هناك في كل إنسان، ليس هناك إنسان شيطان 100%. نعم. ولا هناك ملاك. أحسنتي. حتى هؤلاء الأعداد فيهم من يتعاطفون معنا. أحسنتي. الآن نحن سنخرج إلى فاصل قصير، استراحة قصيرة، بعدها نواصل الحلقة. مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد من بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، نذكركم ضيفة حلقتنا لهذا المساء من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد الشاعرة الفلسطينية غالية أبو ستة، والتي تسمى بنت القضية. هناك من أطلق عليها ألقابا أخرى مثل حارسة الزيتون، قلتي لي زهرة الزيتون. زهرة الزيتون، حديثينا عن زهرة الزيتون الفلسطينية. زهرة الزيتون الفلسطينية على الملتقيات الأدبية التي، لا أتحدث عنها من منطلق زهرة ثقافي الزيتون. وإنما زهرة الزيتون كامتداد في أعماق الأرض وجذور هذه، نعم، الشجرة المعمرة. الزيتون. زهرة الزيتون هذه صغيرة. نعم. صغيرة وضعيفة، عندما تنظر إليها بالكاد تمسك بين إصبعيك، لكن هذه الزهرة الضعيفة، نعم، هذه تحمل في عمقها الزيتون، تحمل الزيت، تحمل الإضاءة الربانية، تحمل البركة. نعم. فهذه زهرة الزيتون. لها ذكريات معك شجرة الزيتون، حتى حينما كنت تزورين قطاع غزة أحياناً كنت تذهبين إلى بعض المناطق التي يكثر بها شجر الزيتون. نعم. وفي بلدي. ما السر في ذلك؟ هل الشاعر يحن إلى مثل هذه الشجرة العريقة كونها مرتبطة بتاريخ القضية الفلسطينية؟ نعم، هذه الشجرة مرتبطة بتاريخ القضية الفلسطينية، بتاريخ كذلك الحق، بتاريخ الطهارة، وبتاريخ النور. نعم. حتى ستنا مريم، نعم، كانت لها قصة مع شجرة الزيتون. نعم. وشجرة الزيتون هي شجرة البركة في بلادنا. هذه الشجرة في أرض فلسطين التي اختلط ثراها بدماء الشهداء، بالدماء الشهداء وأناس الأنبياء الأبرار السابقين. نعم. كلهم كانوا تقريبا، مات أكثرهم في فلسطين، ولا من ينسى قصة يحيى.
من ينسى قصة زكريا؟ من ينسى؟ لا ننسى قصة موسى عليه السلام ولا لعيسى عليه السلام. عاشوا في الأراضي الفلسطينية أو في فلسطين، هي أرض حق الخاضعة لاحتلال صهيوني حاليا للأسف، وهي أرض حق وهي أرض عربية وإسلامية لا شك في ذلك، وهي التي أسرى إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنتي، أسري بنا البراق فيها. أسري بنا إلى قصيدتك أنت أيضا الآن، تفضل. قصيدتي إلى القصيدة التي بين يديك، اقرأي هذه. نعم لا مشكلة، تفضل. نعم. لا تعذلوني إن بكت أشعاري، لقهوة العشاق بن قصائدي، والهيل ذكر المصطفى المختار، ولغادة الأشواق ولغادة الأشواق لحن عنادلي صداحة في الصوم والإفطار. الله. مكحولة الأهداب إثمدها النقى، معطارة الأردان رهن القاري، لا بالتبادل والثراء صداقها، هي أم أقصى كرمت بالساري، لا بالتبادل والثراء صداقها، هي أم أقصى كرمت بالساري، وبها مهاد الطفل أخرس زمرة، ومعاجز الإعراج والأخيار. شماء شماء تبكي في السلاسل خلسة، تعلو على الإذلال والإنكار. نعم تفضل. عن من هذه القصيدة؟ عن فلسطين. تفضلي. أم أقصى. تفضلي أكملي لنا أم أقصاك. مسجورة الأجفان أجل طفولة، تغتال بالسفاح والسمصار. يا الله. والهطل بين الزهر في أفنانها بالأرجوان وأظفر الأعطار. يحر قلبي يحر قلبي في اللظى مطروحة، عصفور حب يصطلي بالنار. غاصت نصال الغدر في أوصالها، لا تعذلوني إن بكت أشعاري. غاصت نصال الغدر في أوصالها، لا تعذلوني إن بكت أشعاري. جميل. الآن حينما نتحدث عن هذا البكاء الذي يملأ جفن الأم الفلسطينية، أعطني هذه القصيدة، الذي يملأ جفن هذه الأم الفلسطينية، هذا الأسير، هذه أم الشهيد إلى آخره، وهذه الحياة الصعبة التي يعيشها شعبكم الفلسطيني. السؤال كيف وهل من طريقة لمسح هذه الدموع؟ ما الحل؟ من وجهة نظرك طبعا. من وجهة نظري الحل هو قبول واقعنا كما كنا في السبعينات. كان الشعب كله مناضل. نعم. كان الشعب كله مناضل، وحتى عندما كنت بنت القضية كان الشعب كله حامل القضية. نعم. طيب واليوم؟ اليوم مورس علينا حصار جائر. نعم. ومورس علينا منذ أجبر قائدنا على أن يوقع ورقة إعلان المبادئ أيام اتفاقية أوسلو. نعم. كانت جبرا، وأنا لا أنسى عندما كان بعض الرؤساء ينادون على أبو عمار عندما كان يتناسى بعض توقيعات ويمر وينادونه
ويذكرون أنه لم يوقع ويحاول أن يتملق. على سيرة الراحل ياسر عرفات أبو عمار، أنا أعرف أنك كنت رفيقة دربه في النضال. نعم. يعني كنت وأخريات من المناضلات الفلسطينيات في نعم. السبعينيات والثمانينيات، يعني ممن كان إلى جوار ياسر عرفات في مشواره النضالي. حدثيني عن بعض المفاصل التاريخية المهمة في تلك الفترة، مما تذكرين وتحفظين من القصص أو مما تحبين أن تقوليه في مثل هذا اللقاء، تفضلي. أنا أذكر أنني ذهبت إلى عمان. أنا كنت أرفض أولاً أن أخرج من القطاع إلى من قطاع غزة، لأنه عندما تخرجت عينوني بالكويت أوتوماتي. نعم. لكن أنا رفضت أن أخرج، وذهبنا إلى الأردن مع بعض زميلاتي. نعم. وكان لنا هدف، وقبلنا في أبو عمار. ومن يومها أصبحنا نذهب أحياناً لمقابلته. ورأيت بأم عيني الشباب الفلسطيني وهو يذرف الدموع لأنهم يرفضون أن يجندوه. بعضهم كان صغيراً. نعم. كان شعباً رائعاً وما زال أن يجندوا لصالح الجهد النضالي. نعم. الفلسطيني كانوا يريدون يبكون. أن يجندوا في صفوف المقاومة الفلسطينية. نعم. وكنا ونحن كل الذين. نعم. كانوا في تلك الفترة من أحسن العائلات، من أحسن. نعم. المتعلمين، من أغنى الناس، ولم. نعم. يكن لنا هدف مادي من ذكرياتك النضالية. من ذكرياتك النضالية، بعيدا عن أنك قابلت أبو عمار وقابلت العديد من القيادات الفلسطينية المناضلة سابقا أو القيادات السياسية الموجودة حاليا. نعم. من التاريخ المحفوظ في ذاكرة الشاعرة الفلسطينية غالية أبو ستة، موقف معين لشخص معين أو قضية معينة تستحق أن تطرح وأن يعرفها الناس وأن يشهد عليها الناس، موقف أو قضية سواء لك أو لغيرك ممن عاصرتيهم أو شهدت عليهم. موقف معين. نعم. أنا أثر في موقف فضل. معين ربما هو بعيد عن لا مشكلة عن واقعنا السياسي، ولكنها ترتبط بواقعنا السياسي. نعم. أنا أذكر أنني وجدت لي طلب إلى قطر وطلب إلى البحرين. نعم. وظيفة أنا لم أكتب. نعم. ولم أطلب، لا أدري، ربما أحد من أقاربي قدمه لي. وذهبت لأرى ما بعثوا لي، ذهبت لأرى ما القصة. نعم. فوجئت بشباب من غزة خريجين. نعم. في نفس المرحلة، نحن كنا خريجين، وهذا الشاب بعضهم كان يكاد يقع من الضيق، كان يريد أن يؤجل مقابلته أو يؤجل القبول إلى أن تحضر أوراقه من غزة، لم تكن وصلت. ولكنني نظرت إلى تلك الإنسانة التي كانت هي رئيسة الوفد تنظر لنا باحتقار. أنا لن أنسى أن أنا في هذا الموقف كل ما نرى موقف يذلنا أكثر نصبح أكثر عناداً وكبرياء. نصبح أكثر عناداً. أنا وقفت في وجهها، قلت لها لماذا تنظرين لهذا الشاب كذا، يريد أن يحضر أوراقه، هذا كل ما يريده. قالت أنت هل أنت في السياسة؟ قلت لها لا دخل للسياسة في ذلك، موقف إنساني، إنسان اشتغل وطلع. نعم. اسمه، وأنت تهمشيه ثم لا تردي حتى علي. نعم. قالت أنت في السياسة، نحن لا نريد سياسيين. قلت لها وأنا معي طلب قبول عندكم، أنا لا أريد القبول عندكم. وخرجنا من ذاك اليوم، ومواقف مشابهة أخذنا العناد لأن كرامتنا، نحن نملك كرامتنا فقط. نحن نملك كرامتنا، شعب يملك كرامته، ويملك أيضا هذه الروح الحاضرة التي توثق التاريخ الفلسطيني في بعض القصائد إلى أشواق أو الشوق الذي أينع. خذينا إلى هذا الشوق الآن، إلى الشوق الذي أينع، تفضل. الشوق أينع،
الشوق أينع بالأنداء تحفزنا، يا ياسمينة رواب الشام شذينا. قد آن أن تعطر أرض القدس ساهرة ترنو إليك ذوت ذلا وتصهينا. قد آن أن تعطر أرض القدس ساهرة ترنو إليك ذوت ذلا وتصينا. بنا وبانت وحد البين يعقلنا في جارحيه وقد أدمى أمانينا. غرد مع البلبل الصداح شاعرها، إنا بشوق فهل تحنو ليالينا. هل نستكين ودولاب الدنا نشط يستنبت الصحراء أقاحا ونسرينا. هل نستكين ودولاب الدنا يقظ يستنبت الصحراء أقاحا ونسرينا. لا الحزن يجدي ولا دمع يبللها، ونكتب الحلم بالأحزان تعمينا. لا الحزن يجدي ولا دمع يبللها، هل نكتب الحلم بالأحزان تعمينا؟ قصيدة وتتمتها تفضل. مل العروبة والأرزاء تخنقها، والوهن أرسى بها بالذل يسقينا. منا ربيع وغنى حلم أمنيتي، غشاه عصف بهول سن سكينا. ويغرق الورد بالأدماء طافحة، ويحرق الشام والوادي وتالينا. يا الله. فانطر على الحلم مزنا من تشوقنا، وانصب من العزم أحلام الميامينا. يا الله. هذه الأحلام، أعطني هذه القصيدة، هذه الأحلام التي يتمنى أهلها طبعاً أن تتحقق، ومن هؤلاء من أهالي هذه الأحلام الشعب الفلسطيني، ربما الشعب السوري اليمني، الكثير من الشعوب العربية وربما الوطن العربي بشكل عام. نعم. يعني يتمنى أن يعيش ويتنسم هذه الحرية. نعم. نحن كشعوب كيف لنا أن نقدم واقعاً يتباهى به أبناؤنا الذين سيحضرون في أزمان مقبلة؟ ما المطلوب حتى تباهى بنا أبناء الجيل القادم منا؟ ما الذي علينا أن نفعله؟ علينا أن نواصل. نعم، يعني لازم بناء نواصل أحلامنا. الطريق نواصل بناء الأحلام وبناء. نعم. الطريق. فإذا كان هناك شهداء لا ضير، فكلنا سنموت. نعم. الآن ليس لدينا من الوقت إلا 3 دقائق فقط، لذلك نريد أن نختم بقصيدة، وليتك يعني توزعين. نعم. الوقت عليها جيدا بالإلقاء. القدس تصرخ في المدى. للقدس إذا. نعم، للقدس. خير ختام. القدس تصرخ في المدى، اغضب فإن الحق يكبو يا فتى، لا ترضى صفع الذل أو خبز الجوى. اغضب فإن الحق يكبو يا فتى، لا ترضى صفع الذل أو خبز الجوى. للعازف لحن العلا يصغي السنا، اغضب وكل لوما يغطي ذا المدى. للبرعم الظمآن في شط قاسى، للقدس في أخلاب أفراخ الردى. اغضب
وجرد سيف حق بارق في عالم حرباء والغاب عربدة، ويسوسه ضبع يلون وجهه، بضميره الملعون يقلب أربدا، ويهز ذيلا راشقا بنخاسة تجري الجراء وراءه متسيدا، وتدوس أفراخ المشاعر غردت كتل الوحوش بها السلاح معربدا. هو السلاح معربدا. كن غضبة، كن غضبة، كن غضبة الأنوار في ليل الدجى، واغزل خيوط النور كنه الفرقدة. في غابة تدعى بأوطان سعت أثعى، وتنفث سمها متجددة، تتأوه الربوات بين زوابع، تعطي الوعود بعصفها متوعدة، والحر بين الوهن طي زفيرها، والحر بين الوهن طي زفيرها، بين اللظى بجمارهم متقددة. ما ذنبه الريحان؟ ما ذنبه الريحان؟ ما ذنبه الريحان بين مجامر؟ يغدو بخورا للمهازل بالردى، والزهر في أكفان موت مغرق، يا ويح أزهار تحيد عن ندى. اغضب اغضب فديتك إذ تداس بجائر، يا طلق ريحان ويرشق بالقذى. اغضب اغضب فديتك أن تداس بجائر، يا طلق ريحان ويرشق بالقذى. ومن المؤكد أن الغضب الفلسطيني من أجل انتزاع واسترداد حقه واسترداد حقه سيكون متواصلا. في الختام كلمة قصيرة من أجل فلسطين التي تحبين، كلمة للتاريخ، ماذا بإمكانك أن تقولي؟ كلمة تسجل عليك. تسجل علي؟ تفضل. أنا أؤمن إيمانا تاما بأن فلسطين ستكون لأهلها، فلسطين الجميلة، أرض السلام التي كانت تستقبل مهدي الرسالات، تستقبل كل من يريد الأمن والسلام ويسكن فيها بدون طلبات وبدون تعب وبدون قتل، وما زالوا يرحبون بالضيف. لكن هذا كله في النهاية لا يصح إلا صحيح، فلسطين في النهاية هي للفلسطينيين وستبقى فلسطين لأهلها، وأنت من أهلها. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا بك. كانت حلقة ماتعة رائعة على بساطتها. شكرا. وعفويتك التي يشهد عليها معي السادة المشاهدون. شكرا سيدة غالية أبو ستة شارة الفلسطينية مقيمة في كندا، شكرا جزيلا لك. شكرا. على تشريفك لنا في بيت القصر. شكرا جزيلا على استضافتكم. شكرا، تشرفت بها كثيرا. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ما لدينا في عدد هذا المساء الخاص من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله.